السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تحديث جديد لأجهزة الإيكوم، كما تشوفوا فيه تثبيت صوتيات وكذلك تحديث الأمان. نفتح الجهاز، نقوم مباشرة التحديث، نضغط على أوكي، يبدأ التحديث أو تنزيل التحديث. مش كبير التحديث، اللي هو 1.9.79، فيه 122 ميجا بايت، وإن شاء الله يكون هذا التحديث ينحي مشاكل الصوتيات وكذلك مشاكل الأمن أو تثبيت ثبات السيرفر، أكثر ثبات. نلتقي بعد تنزيل التحديث أو إعادة تشغيل الجهاز.